السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع المدية لنقف على الأشغال نتاع الطريق الاجتنابي الشمالي لمدينة المدية. وهنا نشوف المدينة تاع المدية هنايا، وعندنا هنا طريق شمال جنوب، طريق السيار شمال جنوب، هنا باتجاه يروح باتجاه بوغزول وولاية الجلفة. إذا هذا الطريق الشمالي. وهنا لاحظ انه عندنا هنا طريق السيار او الطريق السريع اللي راه قيد الانشاء، هو طريق اجتنابي لمدينه المديه. اذن ونشوف انه الرواق مفتوح كله، وفيه بعض الاجزاء من الطريق مازال لم تكتمل، كهذا الجزء هنا. نشوف ان الجزء هذايا هنايا اللي راه مازال لم يكتمل، وهي عنده نقطه الانطلاق ديالو من هنا على مستوى المحول هذا ولا المدخل تاع مدينة المدية. ثم عندنا هذا الطريق اللي راه قيد الأشغال. إذا وسوف تكون لدينا صور لهذا المشروع بعد نهاية العرض هذا. وللعلم أن الصور هذه تعود إلى حوالي شهر ونص أو شهرين تقريبا. وكذلك سوف نقيس العرض تاع الطريق هذه لنعرف النوعيه تاعه. نشوف، نجيب المسطره ونقيس الطول ديالو، هو 20 متر. 20 متر يعني هو طريق سريع ذات زوج اروقه في كل اتجاه. وهنا نلاحظ الطريق هنا انه هنا في المنطقه هذه طريق مكتمل. إذن عندنا أولا هذا الطريق اللي راه هنايا قيد الأشغال. ثم عندنا في المحول هذا مدخل من هنا نحو مدينة المدية، وكذلك عندنا طريق الاجتنابي هذا اللي راه يعني اجتنابي الشمالي اللي يمتد نحو هنا المنطقة هذه هنا بالجهة الغربية لمدينة المدية حتى منطقة ذراع الصمار. وهذا للعلم أن هذا الطريق هذا طول ديالو هو حوالي 12 كيلومتر. هذا هو طول الطريق هذا الاجتنابي لمدينة المدية. إذن أترككم مع الصور والسلام عليكم.